جدع. لا لا عزيز اللي مش عارف. بالنسبة لنا وبالنسبة قدر أكبر من يومين. روسيا وأوكرانيا. الرئيس الأوكراني يقول إن الساعات 24 قادمة ستكون حاسمة بالنسبة لبلاده. أوكرانيا تعلن احتراق أكبر طائرة في العالم خلال هجوم روسي على مطار هوستومين. السلام عليكم وأهلاً ومرحباً بكم في قناتكم كورة شراب. لطفاً قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب أوكرانيا ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيراً في معرفة عدد المتعاطفين مع أوكرانيا. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولاً بأول. روسيا وأوكرانيا. الرئيس الأوكراني يقول إن الساعات 24 القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لبلاده. الغزو الروسي لأوكرانيا يدخل يومه الرابع، والمعركة من أجل السيطرة على العاصمة كييف تتواصل. صفارات الإنذار من الغارات الجوية تنطلق في كييف قبل منتصف الليل بقليل للتحذير من هجمات بالصواريخ متوقعة في غضون دقائق. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهاتف الرئيس الأوكراني فلوديمير ويؤكد له أن أنقرة تبذل جهوداً من أجل وقف فوري لإطلاق النار. كييف تفرض حظر تجول من 5 مساءً حتى 8 صباحاً من مساء السبت حتى صباح الاثنين. سماع صوت إطلاق نار كثيف في وسط العاصمة، لكن لا يعرف من يطلق النار أو ما هو الهدف. أوكرانيا توقف العمل في شركة الطاقة وتجلي العمال. الجيش الروسي يتلقى أوامر بتوسيع نطاق الهجوم في أوكرانيا من كل الجهات. روسيا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من بلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك. فرنسا تعترض سفينة شحن روسية في بحر المانش. وزارة الصحة في أوكرانيا تؤكد أن 198 أوكرانياً قتلوا حتى الآن، بينهم طفلان، وأصيب أكثر من 1000 شخص. فلاديمير بوتين يضع قوات الردع الاستراتيجي في حالة تأهب قصوى. الغزو الروسي لأوكرانيا، ألمانيا تعود لسباق التسلح وترصد 100 مليار يورو للإنفاق العسكري. بوتين يتمنى للقوات الخاصة الروسية التوفيق في أوكرانيا في خطاب أمام القوات المسلحة الخاصة اليوم. لجوء 368 ألف شخص من أوكرانيا إلى الدول المجاورة حتى الآن. أوكرانيا تعلن احتراق أكبر طائرة في العالم خلال هجوم روسي على مطار هوستوميل. أعلنت أوكرانيا احتراق طائرة أنتونوف 225، وهي أكبر طائرة في العالم خلال هجوم روسي على مطار هوستوميل قرب كييف، بحسب تقارير إعلامية. وفي اليوم الرابع للحرب استمر القتال في عدد من المدن الأوكرانية مع القوات الروسية، التزامن مع محاولات إجراء مفاوضات، وبعد أن رفضت كييف مقر انعقاد المفاوضات في بيلاروسيا تراجعت وأعلنت نيتها المشاركة. من جانبه قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر إنه اقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن يبقى الوفد الروسي في جوميل وأن يتم تأجيل المفاوضات مع أوكرانيا لبعض الوقت. وجاء إعلان ميدينسكي عن موافقة كييف على عقد المفاوضات بعد محادثة هاتفية جمعت الرئيس الأوكراني فلاديمير مع لوكاشينكو. أبو القنابل، هذا ما يهابه الغرب من مواجهة بوتين. قالت روسيا إنها غير مستعدة للتفاوض مع الحكومة الأوكرانية حتى تنتهي العملية العسكرية، ولكن بعد أن دعا الرئيس الأوكراني للجلوس مع نظيره الروسي لإنهاء القتال، أبدى الكرملين استعداده للحوار في مينسك لتعود وتخاطب الجيش الأوكراني داعية إياه للسيطرة على الحكم. وكانت موسكو أعلنت أن روسيا تنشر مظليين في تشيرنوبيل بعد الاستيلاء عليها، في وقت أبلغت أوكرانيا عن مستويات إشعاع كبيرة في المحطة وسط مخاوف من اختراق التخزين النووي أثناء القتال. لكن موسكو قالت إن القراءات طبيعية. أبو كل القنابل، أسلحة خارقة
تعمل على تبخير الأجساد وسحق الأعضاء الداخلية. ووسط هذه الأجواء الغامضة، حذر مسؤولون غريبون من أن روسيا قد تستخدم أسلحة خارقة تعمل على تبخير الأجساد وسحق الأعضاء الداخلية إذا تعثر هجومها على أوكرانيا. فالغرب يخشى أن فلاديمير بوتين يلجأ إلى الأسلحة الحرارية عالية القوة. وهناك أيضاً مخاوف من أن تلجأ الوحدات التي تتأخر عن موعدها في الخطة المرسومة إلى القصف العشوائي الأسلحة الحرارية، المعروفة أيضاً باسم القنابل الفراغية. هي مواد متفجرة شديدة القوة تستخدم الغلاف الجوي نفسه كجزء من الانفجار. إنها من بين أقوى الأسلحة غير النووية التي تم تطويرها على الإطلاق. روسيا تقصف بلدة قرب كييف وتفجير في منشأة نفطية. قالت رئيسة بلدية فاسلكيف الواقعة جنوب غربي العاصمة الأوكرانية كييف في مقطع مصور نشر على الإنترنت الأحد إن البلدة تعرضت لصواريخ روسية، مما أدى إلى اشتعال النيران في منشأة نفطية. وأضافت رئيسة البلدة ناتاليا أن العدو يريد تدمير كل شيء. وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو على الإنترنت تصاعد ألسنة اللهب إلى السماء. من جهتها، قالت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا الأحد إن القوات الروسية فجرت خط أنابيب للغاز الطبيعي في مدينة خاركيف الأوكرانية. ونشرت خدمة الاتصالات تسجيل مصور للانفجار الذي كان على شكل عش الغراب على تطبيق تليجرام للرسائل القصيرة، ولم يتضح على الفور مدى أهمية خط الأنابيب وما إذا كان التفجير قد يعطل شحنات الغاز خارج المدينة أو البلاد. ورغم الحرب، تواصل أوكرانيا شحن الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا. وفي تطور ذي صلة، ذكرت وسائل أعلام أوكرانية أن قاعدة فاسلكيف الجوية لا تزال نقطة ساخنة. وبينما تحاول القوات الروسية الاستيلاء على قاعدة فاسلكيف الجوية على بعد حوالي 30 كيلومتراً جنوب غربي كييف، لا يستطيع رجال الإطفاء الوصول إلى مخزن النفط الذي أضرمت فيه النيران قبل ساعات قليلة. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالاً وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هي أسباب الحرب الحقيقية؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية، أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.